أسعد أوقات كل متابعينا وكل مشاهدينا عبر قناة البلد الفضائية. إن شاء الله يا رب يوم موفق لكل الطلاب اللي هيدرسوا امتحان الشهادة السودانية. في أول يوم للامتحانات هنقول لكم جزء كبير من أجواء الامتحانات، هناخد إفادات من الأساتذة ومن أولياء الأمور، هنديكم كمان إفادات من الشارع، هنشوف الناس كيف استعدت للامتحانات خلال سنة كاملة، امتحانات الصف الثامن. صباح الخير عليك أستاذ مرحبا بك، مجد دفع الله، وسعيدين بك معنا في قناة البلد. مرحبا بك ومرحبا بقناة البلد، وشكرا على هذه الزيارة لتوضيح أجواء الامتحانات بالنسبة للمواطنين. أستاذ مجدي، يعني سنة كاملة كان فيها إضراب، كان فيها المدارس كان قفلت كم مرة، فياريت لو كلمتنا الليلة عن الاستعدادات لأول يوم في الامتحانات. الاستعدادات طبعا جاري على قدم وساق منذ أكثر من شهر، وكل الناس اجتهدت بذلت مجهود كبير جدا، على اعتبار انه هذا اخر عام بالنسبه للصف الثامن، فالفرص بعد ذاك بتكون ضيقه، اذا الناس ما اجتهدت ما حتمشي. بالتالي كان في خوف من الامهات بالذات، لكن الاولاد بذلوا مجهود ونتمنى انه يحققوا نتيجه جيده. أستاذ مجدي، حاليا كيف وضع الطلاب، يعني التقييم من الامتحان التجريبي؟ المستوى في التجريبي اتحسن، يعني يمكن نتيجه التجريبي كانت افضل من احنا. طبعا عندنا كل شهر امتحان للصف الثامن، افضل نتيجه كانت في التجريبي، ومتوقع انه الان تكون افضل من التجريبي ذاته ان شاء الله. العدد الكامل للطلاب اللي جلسوا الامتحانات الشهادة من مدرستكم كم السنة دي؟ مدرستنا الآن دي يعني تقريبا 102 تلميذ، 102 موزعين على 4 حجرات. إن شاء الله بالتوفيق، الله ونشكركم يبارك كثير. فيك وشكرا جزيلا، وشكرا لقناة البلد، بارك الله فيكم يا أخي. من جديد اهلا وسهلا بكل متابعينا وكل مشاهدينا عبر قناه البلد الفضائيه في كل مكان. لسه متواصلين معكم من مدرسه العمارات واحد بنين، واجواء الامتحانات اول يوم في امتحانات شهاده الاساس الصف الثامن. في اللحظه هيكون معنا مدير المدرسه. صباح الخير ويوم جميل عليك. الله يبارك فيك، الله يسلمك، جزاك الله الف خير. اهلا بكم ورحبت شديد ان شاء الله في اول يوم من ايام الامتحانات لمرحله الاساس في السنة الأخيرة في النظام القديم. بما إن هي سنة أخيرة وآخر فصل في الصف الثامن، كيف كانت استعدادات الطلاب على مدار عام كامل، عام حصل فيه كم إغلاق لظروف مختلفة؟ والله الجهود مبذولة من في خلال العام الدراسي كالعادة، يعني الامتحانات الصفية، إملاء الأوراق العمل، الامتحانات بتاعت الفترة، الناس باذلة جهود كبيرة جدا جدا على أساس يعوضوا الأيام اللي كانت فيها إضرابات وكان فيها توقف عن العمل. عرفنا أن عندكم 102 طالب ممتحنين السنة دي من مدرستكم من الصف الثامن، فكيف هيأتوهم للامتحانات خصوصا أنه ده آخر صف ثامن؟ والله بأوراق العمل والعمل المكثف خلال العام والأيام الأخيرة برضو شغالين معهم لحد آخر يوم، فإن شاء الله يعني النتيجة تكون نتيجة إيجابية وكبيرة جدا إن شاء الله بالنسبة للمجهود الكبير اللي بذلوه المعلمين خلال الأيام الماضية وخلال العام الدراسي كله. شكرا لك أستاذ، وإن شاء الله يا رب موفقين دائما. الله يبارك فيك، الله يسلمك، جزاك الله ألف خير، بارك الله فيك، الله يسلمك، شكرا لك، بارك الله فيك، الله يسلمك. لسه حتواصل مع كل مشاهدينا وكل متابعينا عبر قناة البلد الفضائية من مدرسة العمارات واحد بنين وأجواء الامتحانات. من جديد اهلا وسهلا بكل مشاهدينا وكل متابعينا عبر قناه البلد الفضائيه وكل اللي انضموا لرفقتنا اجواء الامتحانات للصف الثامن. نحن متواصلين معاكم من مدرسه العمارات واحد بنين. يوم جميل عليك. بارك الله فيكم، ونرحب بالتلفزيون البلد ان شاء الله في مدرستنا العامره بسم الله. الله يخليكم، سعيدين بك. نحن كلمنا عن الاجواء الليله والتجهيزات للامتحانات.
والله التجهيزات دي اساسا بدري من بدري من غد ونساق. انا معلم في المدرسه وبدرس في الصف الثامن اللغه الانجليزيه، والله ما قصرنا، والعام كان عام يعني عام مليان بالشغل والتجويد ان شاء الله ما في مشكله. دي اخر صف ثامن وبعده حيتواصل المرحله المتوسطه، فالطلاب ديل عشان تهيئوهم عشان تحفزوهم كان لازم ياخذوا منكم مجهود كثير. كلمنا عن الحاجه اللي عملتوها اليوم. والله طبعا فعلا ده اخر تامنا على حسب علمنا، فلذلك يعني المدرسه ما قصرت بقياده المدير، ونحن بدينا من اول العام بالورق العمل، يعني كل درس بناخد ورقة العمل عشان نجود الشغل والتلاميذ يلقوا فرصتهم، واشتغلنا امتحانات بتاع التجريبي للولايات كله والامتحانات من 2019 و2020 و2021 كله عملنا ورق عمل، واشتغلنا كل المعلمين يعني الثمانية مواد اشتغلوا شغل شديد جدا جدا. مجددا اهلا وسهلا بكم متابعينا وكل مشاهدينا عبر قناه البلد الفضائيه. لسه متواصلين معاكم من مدرسه العمارات واحد بنين واجواء الامتحانات، امتحانات الصف الثامن اساس. اسعد يومك ان شاء الله يا رب وربنا يوفقكم. اللهم امين. تعرف علي. انا امل الفاضل ام مازن حارس، بيدرسين في مدرسه العمارات النموذجيه. والله الحمد لله الاستعدادات كانت الحمد لله تمام، رغم الظروف الحاصله في البلد الاضرابات والتكفيل والاحتصامات، لكن الحمد لله السنه مرت ورونا، اتمنى لهم كلهم التوفيق وان شاء الله السنه دي تعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كيف جهزتوا في خلال سنه كامله؟ كان فيها كم اضراب وكان فيها كم المدارس كان قفلت كم مره؟ والله الحمد لله الناس المدرسه ما مقصرين، ونحن الحمد لله تعبنا معاهم واجتهدنا، وان شاء الله ربنا يوفقهم كلهم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم ويكتب لكم النجاح يا رب. شكرا لك. لسه حنتواصل مع كل مشاهدينا وكل متابعينا عبر قناة البلد الفضائي من مدرسة العمارات واحد النموذجية بنين وأجواء امتحانات الصف الثامن. من مدرسة العمارات واحد النموذجية بنين لسه متواصلين معاكم، نعكس لكم أجواء امتحانات الصف الثامن أساس. يوم جميل عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة البلد، ونشكر القناة على إتاحة الفرصة لنا عشان نصر عبر الشاشة، ونحيي كل أولياء الأمور والطلبة الممتحنين، ونتمنى لهم إن شاء الله النجاح وموفقين يا رب إن شاء الله لكل الطلاب الممتحنين إن شاء الله. أنا والد الطالب مازن حارس سيد، الحمد لله المدرسة ما قصرت، دارت المدرسة ما قصرت الحمد لله، رغم انه ابننا كان عامل حادث قبل الامتحانات بفتره قصيره، لكن الحمد لله ساعدونا وما قصروا معنا الحمد لله والشكر لله، ونتمنى التوفيق لكل الطلاب الممتحنين ان شاء الله، ونسمع عنهم كل خير ان شاء الله. ومره ثانيه شكرا لاداره قناه البلد وطاقم العامل، وتحيه خاصه لاختنا فاطمه الصادق ربان القناه، وللرئيس اشرف سيد احمد الكاردينال، وربنا يوفقهم ان شاء الله. شكرا لك. لسه حنتواصل معاكم وأجواء امتحانات الصف الثامن أساس في اليوم الأول. بنتواصل مع كل الناس عبر قناة البلد الفضائية وين ما كان، امتحانات الصف الثامن وأجواء اليوم الأول. الحاجة الملاحظة والحاجة المهمة إنه أولياء الأمور متواجدين، جلسة الامتحان مستمرة وأولياء الأمور متواجدين منتظرين الطلاب في الامتحان، فده ممكن يكون حاجة من الدعم النفسي، ممكن تكون حافز إنه الأولاد ديل ينجحوا، ممكن تكون حافز إنه الأولاد ديل يعني يسعوا عشان يتوفقوا، يسعوا عشان يجيبوا نتيجة كويسة. معانا واحدة من أولياء الأمور. يوم جميل عليك. مرحبا بكم قناة البلد. نهلة خليل والدة الطالب نزار الرشيد من مدرسة الفتح المبين، ونحن هنا الليلة في المركز بتاع مدرسة العمارات بنين، وتقريبا ده الولد يعني أنا عندي بنات، الأولاد صعبين شوية يعني، فدايرين نحفزهم يعني إنهم يعني يشتغلوا كويس، وفي النهاية أولادنا ديل زي ما بقولوا نواة البلد يعني، ونتمنى إنه يعني يكون ده حافز ليهم
والمدرسة الحمد لله رب العالمين. أنا دار الدالغة مديرة المدرسة بأميرة مدراء المدارس حقيقة، يعني الحاجة دي عجباني شديد، وأنا عشان خاطر مديرة المدرسة حقيقة يعني ولدي مرات بيصعب علي قرايته بزهج شديد، لكن مديرة المدرسة كانت هي ذاتها محفزة للأبناء يعني، وعشان خاطرها نحن ممكن نكرم نجاح المدرسة ونقيف معاه فعلا يعني الأمهات خلف الكواليس في أي حاجة. فالحمد لله رب العالمين، أنا راضي عن نفسي تماما في يعني تدريس ولدي، ويعني من فترة بعيدة قعدت معه وقرينا المواد كلها مادة، وقبل 10 يوم بدينا نمسك المريح كل مادة نحل الامتحانات بتاعتها، لأنه الأيام دي بتاعت الامتحانات تاني العصر ما في ضغط، لابد من أنه يكون في شنو في براح نفسي. فالحمد لله الليلة قلت لمحمد ما تصحى بدري، خليك ريلاكس، وبعد ده أي حاجة من رب العالمين. يعني دي آخر سنة للصف الثامن، فكانت يعني خلال سنة كاملة يعني كانت علاقتك به كيف؟ كانت يعني طريقة القراية ذاتها كيف؟ طريقة المراجعة كانت كيف؟ والله العظيم المدرسة ما مقصرة حقيقة، يعني أنا برضو برجع للمدرسة بيز، بالإضافة لأنه لابد من أن يتم تنسيق بين المدرسة والبيت، دي مهمة جدا جدا، والأب دايما ما زي الأم، يعني الأم أقرب لأبنائها، ودايما الأم هي نجاح الأولاد، إذا متابعة مع المدرسة الأم هي نجاح الأولاد. يعني أنا هسي بديت أقرأ مع أولادي، ليه؟ عشان أنا ما أنوم وأولادي يكونوا يقروا. أنا الحمد لله بنتي الكبيرة في الماستر قريت معاه، وهسي الدكتورة بقرأ مع الصغار ديل، فالحمد لله رب العالمين. يعني محمد ذاته مستواه كويس الصلح يعني خالص الحمد لله، وإن شاء الله أتمنى إنه ولدي يتزاع، يعني أتمنى إن شاء الله يا رب العالمين، إن شاء الله ربنا يعني يجبر خاطرك ويكون من الناس اللي حيتزاعوا في الأوائل يعني في النتيجة. فأنا عايزة أعرف إنه ما جاوبتي على سؤالي، أنت وتكعي علاقتك معه كانت كيف، خصوصا إنه هو ولد ممكن تكون التربية مختلفة من البنات، يعني وهو ممتحن ممكن يكون في دلع، الأوامر مطاعة، أي حاجة مجابة ولا لا في العادي كالعادي؟ والله حقيقة أنا عندي 3 بنات زي ما قلت لك قبل، الأولاد ما زي البنات حقيقة يعني، لكن يعني بديت شنو أنا أشوف المعالجة كيف في تربيتي، يعني إحنا ربونا ما زي تربية الجيل ده يعني، وخصوصا إنه في ثورة هسي وفي حاجات يعني بقت هي ذاتها داخلة في التربية، يعني حتى الوضع ذاته العام بقى داخل في التربية، والقراية ذاتها يعني الاستقرار بتاع العام الدراسي بقى مؤثر جدا في إنهم يأجزوا، الأولاد بقوا ينوموا، يعني ما في قراية خلاص الناس زي الخلاص أجزوا، دي ذاتها كانت بالنسبة لنا مشكلة. لكن يعني نحن كنا حريصين إنه نرتب، بقول لهم كل ما الزول قرا بدري بيرتاح لورا، يعني أي حاجة حقتك الزمن ذاته بقى صعب من كل النواحي، حتى من ناحية إدارة بيتك وحاجاتك، لو ما من بدري رتبتها في النهاية ما بتصل لشيء مريح وما بتقدر تشتري حاجاتك كلها. حتى القراية لو ما قريت من بدري يعني الامتياز ما زي النجاح، لو أنت عايز تتميز لابد من أنه تركز وتركز وتركز عشان تصل مستوى الامتياز، لكن النجاح ده ممكن تقرأ أي قراية تجارية وتنجح. فاحنا نتمنى انه نكون من المميزين. الله انا شاكراك كثير، وان شاء الله ربنا يكتب لكم التوفيق، ونتيجه تكون نتيجه كويسه، ما نتيجه ساي، ما نجاح ساي. الله يخليك وشكرا لكم، يعني اول مره اشوف قناتك تفتش الناس في مواقعها، ودي ذات الله يخليك بجد، يعني البلد محتاجه 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 في شباب زيكم، ومحتاجه انه يدعموها، يعني الناس تعبانه بجد، يعني شكرا لكم كثير. مجددا متواصلين مع كل الناس عبر قناة البلد الفضائية في كل مكان. أجواء الامتحانات لليوم الأول، امتحانات الصف الثامن أساس بمدرسة العمارات 1 النموذجية بنين. يوم جميل عليك، وإن شاء الله يا رب التوفيق لولدك. آمين يا رب العالمين، تسلم إن شاء الله، أتمنى له كل التوفيق والنجاح وكل الطلب إن شاء الله. أحكي لنا عن أول يوم في سنة ثامن لحد ما وصلت الليلة، أول يوم في الامتحان. والله من أول يوم في ثامن يا هو كويس الحمد لله، واصل في دروسه الحمد لله الحمد لله. طريقة القراية كانت كيف؟ والله يعني بيقرأ كويس ما بطل الحمد لله،
ربنا يوفقه ان شاء الله. عندك واحد من الاولاد قبل يوم امتحان ثامن ولا ده اول ولد امتحان ثامن؟ والله عندي بنتي الكبيره امتحنت الجامعه وتخرجت وصاحيه دكتوره الحمد لله احمد الله كثير. الحمد لله دائما بيقولوا انه البيت ما زي الولد. وده اول ولد ليك يمتحن ثامن، عذبك شويه تعبك؟ شديد. كلميني طيب. والله متعب شويه، يعني القرايه دي ما بيجي طوال يقول لي اقرا ما بقرا يعني بعد تعب وتعبنا شديد رايته، ربنا يوفقه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. كيف طيب الليله اللي يعني الليلة اول يوم في الامتحانات شايفاكي قاعده منتظره؟ أيوة. يعني قاعده منتظره ولحد ما الجلسه تخلص ولحد ما يبدا الجلسه الثانيه. أيوة. فيعني ده الدعم في المدرسه، كيف ممكن يكون الدعم في البيت؟ والله الحمد لله الدعم في البيت كويس. انا يعني اخو قاعد مع خالاته هنا في الخرطوم في ابو حمامه، انا جيت من الديوم جيت امس عشان اشاركه هذه اللحظات. الحمد لله ربنا يوفقه لي ان شاء الله، هو اخر لي واحد ربنا يوفقه ان شاء الله. امين ان شاء الله. شكرا، ربنا ان شاء الله يفرحك ويجبر خاطرك. امين يا رب العالمين. تسلم ان شاء الله، الله يبارك فيك، الله يخليك، تسلم. من جديد اهلا وسهلا بكل مشاهدينا عبر قناة البلد الفضائية في كل مكان، الناس اللي بيشاهدونا من خلال منصات التواصل الاجتماعي او الناس اللي بيشاهدونا من خلال الشاشة، الف تحايا واجمل تمنيات التوفيق لكل الطلبة الجالسين لامتحان شهادة الاساس الصف الثامن. لسه متواصلين معكم من مدرسة العمارات النموذجية بنين، ويوم جميل عليك. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا بقناة البلد، اهلا بكم. والدة الطالب مازن عصام الدين. والله استعداداتنا كانت للامتحانات، يعني هيئنا اليوم غايته الجو في البيت وقدرنا عملناه، ولكن يعني طبعا قطعة الكهرباء وعدم استقرار البلد هو اللي كان هاجس كبير في موضوع امتحانات الاولاد. غير قطعات الكهرباء، العام الدراسي كان فيه كم مره كان في اغلاق، كان في مره كان في اضراب، فالحاجه دي يعني وانتم ممتحنين يعني الصف الثامن عملتوا شنو؟ والله عانينا منها معاناة شديدة. في بعض الأمهات والآباء بيقدروا يساعدوا أولادهم يجيبوا مدرسين خصوصيين، لكن في ناس ظروفه ما بتسمح لهم، فإحنا غايته من الناس الحمد لله مرينا غايته بالدروس الخصوصية بالضغط في البيت، أخوانهم الكبار الجيران استعيننا بالجيران كثير في الدراسة ومراجعة الحاجات مثلا في فترة إغلاق المدارس. إن شاء الله ربك يكتب لكم التوفيق والنجاح، وشكرا لك. الله يخليك، شكرا لكم، شكرا لقناة البلد. زي ما شايفين معانا كل الأمهات أولياء الأمور متواجدات داخل مركز الامتحانات بيدعموا في أبنائهم، دي حاجة ممكن تخلينا نشدد على دور المرأة، دي حاجة تخلينا ممكن نقول إنه المرأة وإنه الأم هي الأولى في كل حاجة. من هنا كمان بنشكر الآباء برضو بيدعموا من بعيد، برضو بنقول لهم شكرا لكم. بكده انتهت محطتنا معاكم من مدرسة العمارات النموذجية واحد بنين، وتمنياتنا بالتوفيق لكل الطلاب الممتحنين الشهادة الأساس في كل مكان.